بعد اللي حصل في الجزء اللي فات لما قدر الطفل جيسي ان هو يتواصل اخيرا مع الحوت ويلي وكمان يتصاحب عليه علشان يقدر ينقذه من الناس اللي كانت عاوزه تاذيه، وبيقدر جيسي اخيرا ان هو يتاقلم مع الاسره الجديده اللي راح معاهم من الملجا، ويبدا فيلمنا في المحيط. وكان واضح على ويلي ان هو مبسوط جدا مع اهله واللي اتجمعوا اخيرا بعد مده طويله، وبنقدر نعرفه من وسطهم علشان لسه بيعمل الحركات اللي اتعلمها من جيسي صاحبه. وفي نفس الوقت بيكون راندولف راكب السفينه بتاعته وبيتمشى بيها في المحيط، وبنلاقي ان هو حاطط جهاز خاص بيقدر يسمع بيه اصوات الحيتان في قلب المحيط، والمفاجاه ان هو بيقدر يميز صوت ويلي من وسطهم. اما جيسي فبيكون في الوقت ده مع ابوه اللي اتبناه جيلين واللي بيدربه على ركوب المركب الجديده علشان يبحروا سوا هما الاثنين، بس كان واضح ان هو مركز مع حاجه تانية خالص، مع زميلته جولي اللي هتمشي من البلد. فبيسيب ابوها علشان يروح يتكلم معاها ويحكي لها عن المركب بتاعهم، ووقتها جيلين بيشوف دوايت اللي جاي ناحيته، وطبعا علشان دوايت هو مدير الملجأ اللي كان عايش فيه جيسي قبل ما يتبناه جيلين واني، فزيارته بتعتبر غريبه شويه، ويساله هو انت ايه اللي جابك؟ فيرد عليه دوايت ويقول له عاوز اتكلم معاك في حاجه مهمه. وبعد شويه بيدخل عليهم جيسي ويلاقيهم هم الثلاثه بيبصوا ليه بطريقه غريبه، فيسلم على دوايت بس بيحس ان في حاجه مش طبيعيه، زي ما يكونوا كده بيخبوا حاجه. ولما يسالهم عن ايه اللي مغيرهم بيطلبوا منه ان هو يقعد معاهم علشان يتكلموا سوا، فيقولوا له ان دوايت كان جاي يتكلم معاهم ويقول لهم مين هي امك، وقدروا يحددوا مكانها في مدينه نيويورك، ولكن للاسف اكتشفوا انها ماتت. فيزعل جيسي ويقول لهم كان لازم ان انا ادور عليها واعرفها قبل ما تموت، ولكن دوايت بيقول له على الرغم من انها ماتت بس لسه محتاجه مساعدته علشان سابت وراها ابن صغير عنده لسه 8 سنين، وهو اخو جيسي الصغير ولكن من اب تاني، وهو يتيم ما عندوش اي حد يروح له غير هو جيسي. ولكن ده بيتعصب ويقول لهم ان هو كان عايز يعرف امه الحقيقيه مش يجي له اخ، ويخرج ويسيب المكان ليهم. وهو متعصب وبيروح على البحر علشان يطلع الحزن اللي جواه هناك، فجلين بيروح وراه عشان يهديه ويخفف عنه، وبيقول له ان اخوه الصغير هيجي يعيش معاهم اسبوعين في البيت، وان دوايت اتفق مع اني على كل حاجه علشان اخوه الصغير يعتبر وحيد وملهوش اي حد تاني، وجيسي هو قريبه الوحيد اللي لسه عايش، علشان كده لازم ان هو يجي معاهم لحد ما دوايت يقدر يشوف له مكان مناسب ان هو يعيش فيه يعني. ولكن جيسي يرد على جلين ويقول له ان لو اخوه جاي يعيش معاهم يبقى اني مش هتخليه يمشي، وده بيضحك ويطمنه ان كل حاجه هتمشي تمام، ويديله الآلة بتاعته علشان يعزف عليها شوية ويحسن موده يعني. وبعد كده بيروحوا سوا، ولكن جيسي بيسأل جيلين عن الأجازة اللي كان المفروض يطلعوها بعد بكرة، فيرد عليه ويقول له إنهم هيطلعوا الأجازة دي بس هيكون معاهم أخوه الصغير وهياخدوا المركب الجديد علشان يروحوا يصطادوا شوية وكمان يزوروا راندولف ويخيموا. وبالليل بيكون دوايت رايح بيت جيلين وهو معاه الأخ الصغير واللي واضح إن صعب التعامل معاه، فبيقول له دوايت إن هو لازم يبقى كويس مع أهله الجداد. وأول ما دخل بيه البيت عند جيلين واني اتعرفوا عليه عرفوا ان اسمه الفيس، ولكن هو اول سؤال ساله ليهم اذا كانوا اغنياء ومعاهم فلوس كتير ولا لا، علشان مش هيقدر يعيش مع ناس فقراء. وفي نفس الوقت جيسي ما حضرش اللقاء ده لان هو مش عايز يشوف اخوه، فبتروح اني لعنده علشان تخليه يقابله، وبتحاول تقنعه ان هو لازم يتكلم مع اخوه كتير علشان يعرف منه معلومات اكتر عن امه اللي ما شافهاش. ولكن واضح ان جيسي لوحده كده اللي مش طايق اخوه، لا ده اخوه كمان مش طايقه، لان هو لما بينزل من اوضته عشان يرحب بيه الفيس بيكلمه بطريقه مش حلوه خالص وكانه مش مهتم. وتاني يوم بيجي ميعاد رحلتهم، فبيستعدوا كلهم وياخدوا المركب عشان يروحوا للبحر، وبيجي معاهم الفيس، ولكن طول اليوم بيكون بينه وبين اخوه نظرات كده مش كويسه خالص. المهم انهم بينطلقوا كلهم، وبيحاول جيلين واني انهم يتكلموا مع الفيس، وهو طول الوقت بيتكلم عن امه وانها كانت بتحبه وتقول له انه هيكون نجم مشهور. وقتها بيحس جيسي انهم اتغاظ منه، فبيحاول يسكته ويبعد عنه، وبعدها يركبوا المعديه عشان يروحوا للبر التاني. فيوقف الفيس وجيسي جنب بعض ويحاول الفيس ان هو يتكلم مع جيسي، ولسه عمالين بيتبادلوا النظرات من تحت لتحت. فبيسالوا الفيس عن اماكن ترفيهيه في المكان ده، فيرد عليه جيسي ويقول له ده تقدر تراقب منه الحيتان وتشوفهم بيلعبوا. وفجاه بيقطع كلامهم، حوت ضخم لفت نظر الكل للحركات الاستعراضيه اللي بيعملها، ولكن واضح ان جيسي عارف من الحوت ده وفاهم ان هو جاي عشان يسلم عليه، ويوصل لعند مكان التخييم ويبداوا ينصبوا الخيم. وفي نفس الوقت بيوصل لهم راندولف ويسلم عليهم ويتعرف على الفيس، وبعد كده بياخد جيسي معاه عشان يروح يشوف الحيتان، وبيكون الفيس عايز يروح معاهم بس اني بتمنعه. وفي الطريق راندولف بيدي له هديه على شكل حوت، وده يلبسها في رقبته وهو فرحان. ولما يوصلوا لعند الماركت بتاع راندولف بيشوفوا بنت اسمها نادين ويتعرف عليها، وبيقول له ان دي بنته بالتبني، ولكن لازم يفضل بعيد عنها وملوش دعوه بيها. ولكن جيسي طول الوقت بيراقبها ومهتم بيها، وبعد كده راندولف بيخليها تسوق المركب
قريب، وبيروح هو مع جيسي عشان يسمعوا الشريط اللي سجله لصوت الحوت ويلي. فيفرح جيسي ويطلب منه ان هم يروحوا لعنده، وفعليا بيفضلوا ماشيين في المحيط لحد ما يوصلوا لعند تجمعات كبيره للحيتان، وبيشوفوا اكتر من 17 حوت بينطوا في الميه وكمان يتشقلبوا في الهواء. وواضح كده ان ويلي علمهم كلهم الحركات اللي هو اتعلمها من جيسي، وده بيستغرب لما يشوف حوت ضخم جدا ويسال راندولف عنها، فيرد عليه ويعرفه ان دي اسمها كاتسبو ودي هي ام ويلي. وشاف حوته تانيه عليها نطوق بيضة على ظهرها، فيقول راندولف ان دي هي لونا اخت ويلي، واللي جنبها هو ليتسبوت وده هو اخوه. وكان واضح ان هم حطوا اسماء لكل واحد من عيله ويلي، بس المفاجاه ان ويلي بيظهر فجاه ولما يشوف جيسي بيعرفه على طول وبيفرح به جدا ويفضل ينده عليه. ولكن راندولف بيقول له ان هو مشغول دلوقتي بالصيد فمش هيرد عليه، ولكن بكره هيجوا ليه تاني ويشوفوه. فيرجع جيسي لعندهم ويقول لهم ان هو شاف ويلي وكان مبسوط وسط اهله. فجلين بيرد عليه ويقول له ان هو كمان لازم يكون مبسوط لانه عايش مع اهله زي ويلي. وبعد كده بيستعدوا عشان يناموا بالليل، والفيس بيبان على حته غرور كده ويقول لهم ان هو مش هينام على الارض ولازم يشوفوا له سرير محترم. بس جيسي حب يوضح ليه معلومه انهم في رحله تخييم في الصحراء، فما فيش لا سراير هنا اصلا ولا اي حاجه تنام عليها عدله. وفي نفس الوقت اني بتوضب لهم الخيمه علشان يناموا، فالفيس بيستغرب لان سرير جيسي فيه طبقتين وهو سريره طبقه واحده. بس جيسي بيغلس عليه ويقول له ان محدش كان عامل حسابه اصلا. بس اني بتمنع جيسي ان هو يتكلم مع اخوه بالطريقه دي، وبتطلب منه ان هو يديله سريره لان هو الضيف الجديد هنا. فجيسي بيدهوله وهو متضايق، وبتسيبهم اني بعد كده علشان يناموا مع بعض في نفس الخيمه وتقفل عليهم. ويظهر ان الفيس بالرغم من ان هو عمال بيغلس على اخوه جيسي، ولكن كان عايز يقرب منه ويتكلم معاه. بس جيسي مش بيديله اي فرصه وبيخرج من الخيمه، وبعد كده بيروح يقعد على البحر ويعزف على الهرمونيكا بتاعته عشان يحسن موده من تاني. بس فجاه الاله بتقع منه في البحر فيحاول يجيبها، والمفاجاه ان ويلي طلع له فجاه من البحر. فيفرح جيسي جدا ويطبطب عليه، وده غير ان هو جاب له الهرمونيكا بتاعته اللي وقعت في الميه من شويه. وبيفضل جيسي يتكلم معاه ويقول له ان امه ماتت وهو حاسس ان هو ملهوش اي حد في الدنيا. وبعد شويه بيسمع صوت حوت تاني كبير، فيعرف ان دي هي ام ويلي بتنده عليه، فبيسلم عليها علشان يروح لعند امه. ويرجع جيسي للخيمه وينام جنب اخوه، ولكن ده بينور على وش اخوه علشان يشوف الشبه اللي بينهم. والفيس بيتفاجئ ان هو لسه صاحي، وبعدها ينام جيسي. وتاني يوم الصبح جيسي بيصحى بدري علشان يروح مع راندولف للبحر ويقابل ويلي. ولما يروح يصحي جلين واني علشان يروحوا معاهم، بيقولوا له ان هم مش رايحين علشان عايزين يستريحوا، وكمان يقولوا له خد اخوك معاك. فيتضايق جيسي لكن بيروح يعمل مقلب في اخوه، وكمان يخضه علشان يصحيه من النوم يروح معاهم. ولما بيوصلوا لعند المركب بتاع راندولف بيلاقوا نادين خارجه من المركب وهي بتقول انها هترجع بعد شويه. وقتها بيشوفها جيسي والفيس ويسلموا عليها، ويروح بعدها جيسي يقول لراندولف احنا هنمشي امتى؟ فيرد عليه ويقول له في بس مشكله في المحرك هتاخد لها ساعتين ولا حاجه. فيقرر جيسي ان هو يروح ورا نادين ويطلب من الفيس ان هو يرجع لعند جلين واني من تاني. بس الفيس بيكون عايز يروح معاه، فيمشي وراه من غير ما ياخد باله، وبيشوفها قاعده على البحر في مكان هادي. وفجاه بيشوف قطيع من الحيتان في الميه قريب منهم، فيحاول يروح لعند نادين ولكن رجليه بتتكعبل ويسقط في البحر. فتيجي نادين علشان تطلعه، ولكن هو بيقول لها ان هو هيعلمها حركات وانها هتبهرها، ويطلع الاله بتاعته يعزف بيها. والغريبه ان نادين بتلاقي الحيتان بتحاول تقلد النغمه اللي بيعملها جيسي، فياخدها ويروح لعند صخره في البحر علشان ينده على ويلي. وفي الوقت ده بيكون اخوه بيراقب الموقف من ورا الشجره، وفجاه بيطلع ويلي من الميه ويسلم على جيسي ويعمل شويه حركات من اللي اتعلمها. وطبعا نادين بتنبهر ويعرفها عليه ويخليها تلمسه، وبيفضل ويلي يلعب معاهم ويرش عليهم ميه لحد ما ينط جيسي في البحر. فبياخدوا ويلي على ظهره ويفضل ماشي بيه في الميه، ونادين بتفضل مستغربه من اللي بيحصل قدامها ده، لان فصيله ويلي من الحيتان بتكون مفترسه. ولكن هو بيقول لها انهم صحاب من زمان قوي. وفي الوقت ده الفيس بيقلد اخوه ويعزف بالاله بتاعته علشان ينادي على الحوت، ولكن بتظهر له لونا اخت ويلي واللي بتحاول تهزر معاه فيخاف ويجري. وفي نفس الوقت عند سفينه نفط ضخمه ماشيه في البحر في منطقه الحيتان بالظبط. في الوقت ده بيكون نادين وجيسي قاعدين سوا بيراقبوا الحيتان وشايفين سفينه النفط، فيتضايقوا منها. لكن بيظهر ان الفيس بيتضايق علشان اخوه سايبه وقاعد مع نادين، فيكذب على جلين واني ويقول لهم ان هو شاف اخوه في وضع مش حلو مع نادين. فيروح جلين علشان يتكلم مع جيسي في الموضوع، بس هو بيقول له ان الفيس بيكذب عليه. فيقرر جلين ان هو يعاقب الفيس على كذبه ويحبسه في الخيمه بقيه النهار. وبعدها الاثنين بيروحوا ينزلوا البحر ويغطسوا عند ويلي واخته ويلعبوا معاهم شويه. وبالليل جيسي بيحاول يتكلم مع اخوه ويساله عن امهم واذا كانت كلمته عنه قبل ما
تموت، فيقول له انها ما اتكلمتش عنه ولعن ابوه نهائي، فيعيط بعدها وهو بيقول لجيسي انها سابته لوحده وماتت. ونرجع من تاني لعند السفينه بتاعه النفط، واللي بيحس القبطان بتاعها ان هو هيتاخر في ميعاد التسليم بتاع شحنه النفط، فيطلب من العمال ان هم يزودوا سرعه السفينه علشان يقدروا ان هم يوصلوا في الميعاد بتاعهم. بس يرد عليه كيلو ويقول له ان الموضوع ده خطر جدا لانهم بالليل ومفيش سفن ارشاديه معاهم. فيرد عليه القبطان ويقول له ان دي اوامر هتتنفذ يعني هتتنفذ، وفعليا بيسمعوا الكلام ويزودوا سرعه جدا، ولكن نتيجه لده بينفجر المحرك بتاعهم وكمان مش بيقدروا ان هم يسيطروا عليها. وفجاه بيظهر قدامهم صخره ضخمه جدا، فيحاولوا انهم يتفادوها بس من غير اي فايده ويخبطوا فيها برضه، ونتيجه الخبطه دي بتخلي النفط في السفينه كله يتسرب للبحر. وللاسف ان في نفس الوقت بتكون متجمعه الحيتان في نفس المنطقه واللي كانت معاهم لونا اخت ويلي. وتاني يوم الصبح ويلي بيصحى على ريحه غريبه وصوت الحيتان، فيقوم ويروح بسرعه لعند البحر ومعاه اخوه الفيس، والكارثه انهم بيلاقوا لونا طالعه على الشط، ومن وراها واقف ويلي بيعمل اصوات كانه بيطلب المساعده. فيقرب جيسي من لونا ويحاول يشوف مشكلتها، وبيلاقي ان جسمها كله متغطي بالنفط، فبيقول لاخوه يروح جري على جلين ويصحيه عشان يطلب راندولف. فيروح فعليا الفيس وينده على جلين، بس بيفكر ان هو بيكذب عليه زي المره اللي فاتت، لحد ما يسمع صوت الحيتان ويعرف ان هو مش بيكذب، ويروح بسرعه يتصل على راندولف، واللي بيجي على طول ومعاه نادين. ولما يكشف على لونا بيعرف ان النفط وصل للرئه بتاعتها وانها مش عارفه تتنفس كويس، فيعمل لها تحاليل ويبعتها للمعمل ويتواصلوا مع دكتوره مشهوره علشان تعالجها، وبيرجعوا لونا من تاني جوه الميه علشان ما تموتش. ولكن بتنتشر الاخبار بكميه النفط اللي اتنشرت في الميه، وهي اللي خلت كل الحيتان تروح ليم الشط، وتعمل الناس مظاهرات علشان يحموا الحيتان لانهم المفروض يرجعوهم للمحيط من تاني. فلما توصل الدكتوره هايلي بتجهز الحقنه اللي هتديها لونا علشان تنظف الرئه بتاعتها، ولكن ده بيقول راندولف ان ويلي مش بيحب الدكاتره واكيد هيعمل حاجه. وفعليا لما تحول الدكتوره والفريق بتاعها انهم يدخلوا البحر بالمركب الصغير ويقربوا لعند لونا علشان يدوها الحقنه، بيظهر ويلي ويمنعهم يقربوا من اخته، وكمان بيزق المركب بتاعهم علشان يرجعهم للشط من تاني ويبعدهم. وقتها بيجي مدير الشركه بتاعت سفينه النفط عشان يتكلم مع جيسي، عشان عارف ان جيسي هو الوحيد اللي يقدر يقنع ويلي علشان يسيبهم يعالجوا اخته، وده علشان لو لونا ماتت الشركه بتاعت النفط هتخسر كتير جدا. فيوافق جيسي ان هو يساعدهم ويتكلم مع ويلي شويه ويقنعه بطريقته، بس بشرط انه يوعده ان بالسفن الضخمه بتاعته هيرجع ويلي وكمان لونا واخوهم لامهم من تاني في المحيط الكبير. فيوعده فعليا ان هو يحاول يعملها. وفي الوقت ده الفيس بيغير من اخوه ويحاول يقنعهم ان هو كمان بيتكلم مع الحيتان، بس جلين بيسكته عشان يقدروا يوصلوا لحل المشكله، فيزعل الفيس علشان مفيش حد مهتم بيه، وده يسيبهم ويروح يقعد بعيد عنهم. فتروح اني وراه علشان تتكلم معاه، وهنا بتلاقي ان هو بيعيط وحاسس انه ملهوش اي لازمه، فبتقول له ان اخوه بيحبه وان الحيتان محتاجاه ان هو يساعدهم، واكيد هيكون ليه دور كبير في الموضوع. وتفضل تتكلم معاه لحد ما تضحكه وتاخده معاها عشان يشوفوا جيسي وهو بيتكلم مع ويلي. ولما بيروحوا عنده الفيس بيقول لاخوه يخلي باله على نفسه، فيفرح جيسي جدا بكلام اخوه ليه، وبياخد معاه كيس فيه اكل ويقعد على الشط وكلهم حواليه، ويبدا العزف بالاله بتاعته عشان يخلي ويلي يخرج لعنده. بس المشكله ان لما بيخرج ويلي بيكون في حاله مش طبيعيه وكانه زعلان، فبيحاول ان هو يخبط الدكه اللي واقف عليها جيسي وكانه بيرجعه لورا، ولكن جيسي بيحاول يهديه وبيطلع له سمكه كبيره من الكيس اللي موجود معاه، وويلي بيفتح بقه وفي النهايه بياخد السمكه منه. وقتها كلهم بيفرحوا علشان كده بيكون ويلي مبسوط. وفي نفس الوقت الدكتوره بتاخد الفريق بتاعها علشان تدي الحقنه للونا، وفعليا بتقدر الدكتوره ان هي تكشف عليها وتديها الحقنه، ويفرحوا كلهم ان المهمه تمت بنجاح. وبعد كده راندولف بيقول لجيسي وكمان نادين ان النفط ده هيتمدد للخليج اللي موجود فيه الحيتان، وبكده مفيش اي وقت عندهم ولازم ان هم ينقلوا الحيتان في اقرب وقت للمحيط. وبالليل بيرجع جيسي للخيمه بتاعته من تاني، وبيلاقي ان اخوه الفيس ماسك السلسله بتاعه الحوت بتاعته وبياخدها منه ويلبسها في رقبته. وقتها الفيس بيساله عن السلسله وبترمز ليه، فبيحكي له حكايه الحكيم الهندي اللي تاه ومعرفش يرجع لبلده من تاني، وساعتها نحت حوت من الخشب وقدر ان هو يرجع به لبلده. وتاني يوم بيصحوا من النوم على حاجه غريبه، لان لونا جت من تاني على الشط، ويظهر انها المره دي بتعاني من مشكله اكبر، وممكن يكون الدواء ما جابش معاها اي نتيجه. ولما بيروحوا كلهم يشوفوها بيلاقوا ان هي تعبانه وحالتها صعبه جامد، فراندولف بياخد جيسي ويروح معاه عشان يشوفوا علاج تاني، اما دول فيساعدوها عشان يرجعوها للميه من تاني. والمره دي الفيس بيكون عاوز ان هو يكون له دور فعليا، وبيطلب من جيسي ان هو يروح معاه، ولكن ده بيرفض، فيروح الفيس على جلين واني عشان يساعدهم، بس اني بتقول له يبعد على
عشان الموضوع خطر عليه. وقتها ألفيس بيزعل ويسيبهم يمشي، أما راندولف فبيجمع أوراق الشجر وأعشاب معينة علشان يعمل علاج للونا، وبيقول لجيسي إن هو اتعلم العلاج بالأعشاب الطبيعية من جدته وهيقول له عليها دلوقتي. وفي نفس الوقت دول بيكونوا دخلوا لونا من تاني جوه المية خلاص، بس فجأة بيبصوا حواليهم ومش بيلاقوا ألفيس، وبتحس آن إن هو مشى وسابهم، فتروح تدور عليه في الخيمة، وبرضه جلين بيدور في خيمته بس مش بيلاقوه، وعرف إنه سرق المحفظة بتاعته، فيركبوا عربتهم ويروحوا يدوروا عليه في المدينة كلها. في نفس الوقت بيكون ألفيس أخذ معاه الشنطة وراح على المينا علشان يركب المعدية ويرجع لبلده من تاني، بس بيلاقي إن آخر معدية قامت خلاص وقفل الأبواب، فبيزعل وبيرجع يبات في مركب صغير. وفي الوقت ده بيكون راندولف عمل العلاج اللي هيعالج به لونا، وبالليل بيروح لها هو وجيسي ويخلوها تفتح بقها، وفي نفس الوقت بيقعد يغني باللهجة بتاعته اللي هي الأصلية وكأنه بيقول تعويذة علشان تخاف بيها. أما ألفيس فبيتفرج على صورة لقاها في محفظة جلين اللي سرقها، والصورة لجيسي بين جلين وكمان آني، فحس بالغيرة من إن جيسي علشان موجود حواليه ناس بتحبه، ويفضل قاعد يعيط. وتاني يوم الصبح الدكتورة بتراقب لونا وبتلاقيها اتحسنت جدا، وبيفرح راندولف، فبتفهم الدكتورة إن هو عمل للونا وصفة هي اللي خلتها تخف. أما ألفيس فبيروح على كافيه عشان يفطر ويشرب قهوة سخنة، بس المفاجأة إن هو لما بيجي يقعد بيلاقي وراه اتنين بيتكلموا، وبيكون واحد منهم هو جون مدير الشركة بتاعت سفينة النفط، وبيتكلم مع واحد ويتفق معاه عشان ياخدوا التلات حيتان اللي موجودة في الخليج الصغير ويعملوا بيهم عروض زي زمان، والناس تيجي تتفرج عليهم ويكسبوا منهم ملايين، خصوصا إن في واحد منهم مدرب أصلا على الحركات الاستعراضية اللي هو ويلي. فبيفهم ألفيس وقتها إنهم بيتكلموا عن ويلي ولونا وأخوهم ليت سبوت، فبيخرج من المطعم جاري ويقطع تذكرة على المركب، وبيقرر إن هو يرجع عشان ينقذ الحيتان، ولكن بيشار للعربيات علشان أي حد يوصله ومحدش بيقف له. وفي الوقت ده البلد بتكون شغالة بقوة عشان تشيل آثار السفينة بتاعة النفط من المحيط، ولكن كمية النفط ضخمة جدا ومش عارفين يسيطروا عليها، فبيضطروا إن هم يحطوا حواجز شبكية بين مية الخليج والمحيط علشان الحيتان التلاتة ما يعدوش للمحيط ويتأذوا. ولكن جيسي بيقول لهم إنهم كده هيحبسوا الحيتان وهو ده اللي هيأذيهم، وفجأة بيظهر جون والراجل اللي اتفق معاه، وبيقولوا للناس كلها إعلان مهم، وهو إنهم قرروا ياخدوا الحيتان التلاتة للمركز بتاعهم في المية النظيفة علشان يقضوا فترة هناك على بال ما يخلصوا المشاكل بتاعتهم، وطبعا بتكون دي خطتهم علشان يستولوا على التلات حيتان. وبيبدأوا نالف عليا ويفصلوا الحيتان عن بعضهم هم التلاتة علشان ياخدوا كل واحد منهم لوحده، بس المفاجأة ان في اللحظة دي بيوصل ألفيس لعند اخوه جيسي، وبيتفاجئ ان هو اخيرا رجع بعد ما بات الليلة اللي فاتت بعيد عنهم، بس ألفيس بيقول لهم ان المهم دلوقتي انه اكتشف اللعبة اللي بتاعت سرقة الحيتان، ولازم دلوقتي ان هم يوقفوهم، فبيقولوا على كل حاجة سمعها في المطعم، فبيجري جيسي وكمان ألفيس ومعاهم نادين علشان ينقذوا الحيتان. ولكن لما بيروح يواجه جون باللي عرفه بان هو عاوز ياخد الحيتان دي عشان يعمل بيها استعراضات، جون بيطنشه خالص وبيطلب من الحراس ان هم يطلعوا الاطفال دي بره، فبيروح جيسي يزق جون ويوقعه في الميه، وألفيس بيزق الحارس بتاع جون ويوقعه في الميه هو كمان. ووقتها بتكون الدكتوره هاي اللي واقفه معاهم وعرفت اللي حصل، فبتقول لجيسي ان هي مصدقاه ولو يعرفوا طريقه ينقذوا بيها الحيتان لازم يعملها. وفعلا بيروح ألفيس وجيسي وكمان نادين، وفعليا بيروحوا ياخدوا مركب ويدخلوا بيها للبحر. وفي الوقت ده بيكون المركب بيرفع لونا اخت ويلي الصغيره، فبيقوم ويلي عامل حركه من بتوعه وبيزق المركب كلها باللي فيها وبيرجع اخته للميه من تاني. اما جيسي فبيوصل لعند ويلي وبينده عليه، ولما بيطلع له بيعمل له حركه علشان يخليه يقفز فوق الحاجز اللي هم حاطينه وكمان يقطعه، وفعليا بيعمل كده علشان يقطع الحاجز ويقدر ان هو واخواته يدخلوا الميه بتاعه المحيط من تاني. وبيمشي وراهم جيسي بالمركب علشان يتاكد ان هم عدوا البقعه بتاعه النفط اللي موجوده في نص المحيط بسلام، وبيحاول رجاله جون ان هم يطلعوا وراهم بمركب، ولكن ألفيس شبك المركب بتاعهم في المينا ومعرفوش ان هم يتحركوا وكمان وقعوا في الميه. والمشكله بقى ان لما الناس حاولت تشغل السفينه بتاعه النفط علشان تنقلها من مكانها ده، الموتور بتاع السفينه اتحرق وحرقت كل النفط اللي موجود في البحر، وبكده عملت تفجيرات كبيره جدا ونار عاليه. وقتها جيسي خاف على ويلي واخواته لما يشوفوا النار في الميه، وفي نفس الوقت جلين واني بيركبوا مع راندولف في السفينه بتاعته علشان يدوروا على جيسي واللي معاه. والمفاجاه بقى ان جيسي بيلاقي ان ويلي واخواته بيغطسوا في الاعماق تحت النار علشان يعدوا الحته دي كلها للناحيه الثانيه من المحيط، وبيقدروا يوصلوا بالسلامه، وبيفرح جيسي جدا هو اخو الصغير. بس المشكله انهم لقوا النار حواليهم من كل اتجاه، ولما بيحاولوا ان هم يقربوا بسرعه بالمركب بيخبطوا في حجاره ضخمه، وكمان المركب بتتكسر وبتدخل فيها الميه، فبيدي جيسي جواكت الانقاذ لنادين وكمان ألفيس ويحاولوا يخرجوا الميه من المركب ويزقوها
جواها عشان تخرج بيهم من النار، ولكن للاسف النار محوطاهم من كل اتجاه ومش عارفين ان هم يخرجوا. وفي الوقت ده بيكون راندولف لسه بيدور عليهم وبعت رسائل استغاثه للطيارات اما الفيز، فبيلاقي النفط على المركب بتاعهم فبيخاف من النار توصل لهم، ولكن اخو جيسي بيطمنه ويقول له انه مش هيخلي اي حاجه تاذيه. وفي نفس اللحظه بتوصل طياره هليكوبتر وبتشوفهم وينقذوا الفيس ونادين في الاول، بس لما جم ينقذوا جيسي بدات تتحرك فوقع في البحر من تاني ومعرفش يطلع، وبيزعل الفيس ونادين ويفضلوا يصرخوا عليه بس من غير اي فايده، والطياره بتاخدهم وتروح بيهم للمينا. والمفاجاه بقى ان ويلي بيظهر فجاه قدام جيسي وبينقذه وياخده معاه على ظهره، وينزل تحت الميه علشان يعدي من تحت النار ويوصله للبر التاني من المحيط. وهناك بيلاقي سفينه راندولف وعليها جلين واني اللي فرحوا جدا اول ما شافوا جيسي عايش، ودول يحضنوه ويرحبوا بيه ويطبطبوا كلهم على ويلي ويودعوه علشان يمشي. ووقتها بيوصل فريق الانقاذ وبيديهم الفيس وكمان نادين، واللي بيتفاجئوا لما يلاقوا جيسي وبيجروا عليه، وجيسي بيضحك مع الفيس ويهزر معاه. ووقتها الفيس بيطلع له صوره كانت موجوده معاه، والصوره دي لجيسي مع امه الحقيقيه، ويقول له الفيس انها كانت دايما بتتكلم عنه ودايما كانت زعلانه من اللي حصل لانها كانت بتحبه جدا. فبيفرح جيسي بالكلام ده وبيحضن اخوه الصغير، ولما يسالوا الفيس عن ويلي واخواته بيقول له ان هم رجعوا لامهم خلاص، وفعليا بيكونوا الثلاثه رجعوا للقطيع بتاعهم من تاني، وتكون دي نهايه الجزء التاني وبس كده. من كل اتجاه ومش عارفين ان هم يخرجوا. وفي الوقت ده بيكون راندولف لسه بيدور عليهم وبعت رسائل استغاثه للطيارات اما الفيس، فبيلاقي النفط على المركب بتاعهم فبيخاف من النار توصل لهم، ولكن اخو جيسي بيطمنه ويقول له انه مش هيخلي اي حاجه تاذيه. وفي نفس اللحظه بتوصل طياره هليكوبتر وبتشوفهم وينقذوا الفيس ونادين في الاول، بس لما جم ينقذوا جيسي بدات تتحرك فوقع في البحر من تاني ومعرفش يطلع، وبيزعل الفيس ونادين ويفضلوا يصرخوا عليه بس من غير اي فايده، والطياره بتاخدهم وتروح بيهم للمينا. والمفاجاه بقى ان ويلي بيظهر فجاه قدام جيسي وبينقذه وياخده معاه على ظهره، وينزل تحت الميه علشان يعدي من تحت النار ويوصله للبر التاني من المحيط. وهناك بيلاقي سفينه راندولف وعليها جلين واني اللي فرحوا جدا اول ما شافوا جيسي عايش، ودول يحضنوه ويرحبوا بيه ويطبطبوا كلهم على ويلي ويودعوه علشان يمشي. ووقتها بيوصل فريق الانقاذ وبيديهم الفيس وكمان نادين، واللي بيتفاجئوا لما يلاقوا جيسي وبيجروا عليه، وجيسي بيضحك مع الفيس ويهزر معاه. ووقتها الفيس بيطلع له صوره كانت موجوده معاه، والصوره دي لجيسي مع امه الحقيقيه، ويقول له الفيس انها كانت دايما بتتكلم عنه ودايما كانت زعلانه من اللي حصل لانها كانت بتحبه جدا. فبيفرح جيسي بالكلام ده وبيحضن اخوه الصغير، ولما يسالوا الفيس عن ويلي واخواته بيقول له ان هم رجعوا لامهم خلاص، وفعليا بيكونوا الثلاثه رجعوا للقطيع بتاعهم من تاني، وتكون دي نهايه الجزء التاني وبس كده.